صباح الخير من غريسنيا، وانا مريان لكل مشاهدي قناة الرشيد. اليوم الحلقة بتخص كل الاشخاص اللي بيعانوا من اوجاع بالظهر والرقبة. اليوم رح نكون عم نعمل ستريتشينج، يعني تمارين بتخليكم تريحوا كثير جسمكم. اول تمرين رح نقوم فيه هو صحيح رح يكون عم بيستهدف هذا التمرين العصب الوركي، بس مثل ما بتعرفوا مشاهدينا العصب الوركي هو موصول بكعب الظهر او اسفل الظهر، فبالتالي بهالطريقه كمان بنكون عم نسيب الظهر. رح نكون واقفين بشكل نفتح اجرينا بزاويه 90 درجه، من هون الاجر فتحناها صوب جهة اليمين، بنمدها لقدام، بنحط الكعب على الأرض، بنسحب شوي الحوض لورا. من هون مشاهدينا بننزل بطريقة إنه ظهري ضله جالس مستقيم، وبندقل رؤوس الأقدام. بنوضع إيد الشمال على الخصر. أكيد مشاهدينا بالبيت بتعملوا هاي التمارين لمدة 30 ثانية أو ل 60 ثانية. بهالوقت بتكون أكيد بلشتوا تحسوا كل العضلات الداخلية للأرجل عم بتشد، اللي هي بتوصل لأسفل الكعب. ناخذ نفس من منخارنا، نحبسه ومنطلعه على البطيء بشكل بطيء من الفم. من هون نطلع بشكل جالس، نرجع منسكر الإجرين. زيت الطريقة مشاهدينا بنفتح زاوية 90 درجة، منقرب الإجر لقدام، إجرينا اثنيناتهم بضلوا مستقيمتين، إيد اليمين على الخصر، بنزل ظهري بشكل مستقيم وبلقط رؤوس الأقدام. أكيد بنكون عم نتنفس، بنكب النفس من تمنا مرتين، بعد نحبس النفس، بنكبه على مهل، بعد مرة وبنكبه على مهل. هلا لانه التمارين الثانيه للظهر رح تكون على القاعد، رح نخلص التمارين اللي هي وقوفا. رح نلقط هيدي الايد مشاهدينا من خلف الظهر بهذا الشكل، نلقطها على المعصم، منشد ايدنا لميله الشمال، ومن هون رقبتنا كمان منزيحها لميله الشمال بهذا الشكل. منكون اكيد عم نتنفس مظبوط من المنخار، نحبس النفس ومنطلعه من تمنا كمان، بعد منغير لتاني ميل. من هون مشاهدينا نلقط قبضة الايد او البوانيه تبعنا، منشد الايد بهالشكل لهالجهة ومننزل معه الرأس. كمان بعد من هون منريح ايدينا مشاهدينا، رح نوضع الايدين على الجنب، رح نعليهم بشكل لفوق مستقيم. ما تعملوا مشاهدينا شكل دائره، في اوقات العالم ما بينتبهوا بيصيروا يقوموا بشكل دائري، نحن ما عم نحمي عضلات الكتاف، نحن عم نعمل لهم ستريتشنج، مش هيك؟ بنعليهم لفوق بهذا الشكل، بنوطي لتحت اثنين ولا تحت. اكيد ناخذ نفس، اربعه عمهل، خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره، مرتين بعد واخر مره. من هون مشاهدينا رح ننزل على الارض، رح نكون واضعين الايدي دغري تحت مستوى الكتف، والركاب رح يكونوا دغري تحت مستوى الحوض. من هون بنعلي ايد اليمين بشكل مستقيم والاجر الشمال بشكل مستقيم، بنضلنا فوق، بنوطي اثنين زيت الميله، ثلاثه بنوطي، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، الإيد بتطلع على مستوى الكتف، مرتين بعد وآخر مرة. منبدل لتاني ميل، منعلي منوطي، اثنين ثلاثة أربعة
خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. ثلاث مرات بعد وآخر مرتين. من هون رح نرجع نعلي لتاني ميل. من هون رح نعمل مشاهدينا 12 مرة متتالية ورا بعضهم. واحد اثنين ثلاثة، منعلي الإيد والقدم بنفس الوقت. سبعة ثمانية تسعة عشرة، مرتين بعد وآخر مرة. نغير لتاني ميل. مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، آخر مرة. بننزل نرتاح هون مشاهدينا. رح نكون نايمين على الأرض بهذا الشكل. رح نعلي إجر اليمين، نجيبها صوب الصدر. من هون رح نفتح إيد اليمين على مستوى الكتف، نلقط بإيد الشمال ركبة اليمين من برا، منزيحها لميلة الشمال. أكيد كمان منضلنا 30 ثانية ل 60 ثانية بهالوضعية. أكيد ما تنسوا تتنفسوا مشاهدينا كل الوقت. النفس بيكون من المنخار، منحبسه بنرجع منطلعه من الفم. أكيد الأشخاص اللي هلأ بالمنزل عم بيقوموا بالتمارين الرياضية معنا أكيد عم بيحسوا بكل الستريتشنج بالمنطقة الظهر مع الأرجل مع كل شيء. نبرم، منمد قدم اليمين، منبدل، منمد إيد الشمال على مستوى الكتف. هلأ منجيب إيد اليمين، نلقط ركبة الشمال ومنزيحها صوب منطقة اليمين. ناخد نفس ومنطلعه. بعد مرة. من هون مشاهدينا منقرب قدم اليمين، منشد الركبة لمنطقة الصدر، منخلي الإجر الشمال اللي هي على الأرض تضل مستقيمة أي جالسة كل الوقت. بهالطريقة مشاهدينا أكيد عم تحسوا إنه كل منطقة الظهر هي على الأرض وثابتة، ما منخلي أبدا مسافة بين ظهري والأرض. منبدل ثاني ميل. مشاهدينا أكيد مش بس تلقطوا إجركم هون، الهدف من هيدي الحركة مش إنه ألقط إجري هون، إني شد الركبة صوب الصدر تكون عم بلين كل عضلات الجسم. منزل، هلا الإجرتين مع بعض، بقربهم وبشد. من هون مشاهدينا بناخد إيلان، يعني منعلي شوي الأرداف عن الأرض وبنطلع لهون، ما مندق بالأرض وبننزل منعلي، كأنه عم نعمل رولينج. أكيد ننزل على مهلنا كرمال الظهر. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، آخر مرتين وآخر مرة. لهون بنكون خلصنا حلقتنا لليوم مشاهدينا. نحن بنودعكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هيدي التمارين وضلكم على طول عم تقوموا فيها لتخلصكم من آلام الظهر والرقبة. نحن بنودعكم ونشوفكم حلقات جايين. باي.